فيكم مشاهدينا بداية فقراتنا اليوم فقرة طبية في غاية الأهمية يعني يا رب الله يبعد كل الضرر وكل المشاكل عن الأطفال ولكن بالفعل الأطفال في كثير من الأحيان بيعانوا وبيشكوا أيضا من مشاكل حتى ممكن ما بيعرفوا يعبروا عنها في المسالك البولية والجهاز البولي بهذا السبب ولأنه جتنا ووردتنا يعني العديد من الطلبات أنه نتحدث عن هذه الجزئية تحديدا اليوم بشرفنا جدا يكون معنا الدكتور ناجح يوسف العمري استشاري أول في جراحة الأطفال وجراحه المسالك البوليه ايضا للاطفال وطبعا هو يعني خدم لفتره طويله في الخدمات الطبيه الملكيه اهلا وسهلا فيك دكتور اشكرك تحياتنا كيف صحتك؟ الحمد لله هلا يعني يمكن احنا بتعرف كامهات كاهل مرات كثير مثلا بيجي الطفل بعد فتره معينه بضل يبكي او يعني ليقول لك انه عندي حرقه بسيطه فرضا بالبول يعني بعمر شوي ابكر قد بالفعل في مشاكل لها علاقه بالجهاز البولي والمسالك البوليه عند الاطفال ومن اي عمر؟ يا سيدي تورش بشكرك وبشكر الطاقم اللي اهلا وسهلا نعم هذا فيك. البرنامج الطيب ان شاء الله واشكر يعني القائمين على المج مجلة المجله المجله الطبيه الاردنيه الصحيح صحه الاردن يا سيدي اولا الاطفال ليسوا ليسوا كبارا صغار مم. ليسوا كبارا صغيراً. هم عالم مستقل بذاته لا نستطيع ان نطبق على الصغير ما نعرفه على الكبير صح صح. هم عالم مختلف كليا بس احنا الكبار مرات من نشكو. نعم نفكر الكبير ومنطبل. الكبير يستطيع ان يعبر عن عن المه عن عن, عن ماذا يشكو لكن الطفل خاصه حديث الولاده صعب طبعاً. فيجب ان تكون هناك لباقه للتعامل مع هذا الطفل يعني نقول باختصار اي طفل صغير كان يرضع طبيعي بطل يرضع يجب ان نتوقع ان عنده التهاب مسالك بوليه ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ان يقيم من طبيب هذا عرض يعني عرض تخيل الطفل بيرضع طبيعي بطل يرضع يعني بطل يقبل عنده امه شهية يعني نعم. يعني نعم فكر بزم ان يعني على اعلى الاهميات ان يكون عنده التهاب مسالك بوليه قد يكون مم. ناتج عن عن خلل او تشوه خلقي او من بالنسبه لموضوع المسالك البوليه اللي, اللي, اللي الان تقدم في العالم والاردن بفضل الله تعالى بكافه القطاعات العامه والخاصه تقدم ايضا كان زمان معظم الاطفال هذول يصلوا الى الفشل الكلوي دون ما حدا يعرف عنهم. الان بتطور الطب والاردن الان هو من الدول اللي من على راس القائمه، الان بواسطه الثري دي وال 4 دي نستطيع تنبؤ هذه التشوهات وهم في الارحام وعندنا القدره ان نتعامل معهم. من الوقت المبكر تجنبا نعم. للاشكالات. يعني انا شاكره انه حضرتك بلشت يعني تحكي عن هذه التحديات او هذه المشاكل من لما يكون الطفل جنين. نعم, نعم. اذا شو اكثر التشوهات ان احببت يعني نعم. الخلقيه نعم. في تحديدا في الجهاز البولي وقديش نسبتها ما بين نعم. اطفالنا نعم. ومين مصاب فيها اكثر نعم. يعني المواليد الذكور ام الاناث؟ نعم. سيدتي اول شيء بالنسبه للتشوهات الخلقيه التي تخص الجهاز البولي والبول والتناسل نعم. لان البول والتناسل يخلق من من اجزاء واحده ثم مزبوط. تفصل اثناء تطور الجنين مزبوط. تصل هذه هذه التشوهات تصل نسبه 25% من التشوهات الموجوده نعم تخيلي 25% نعم طبعا هذا اخذ مننا وقت كاطباء مني شخصيا من زملاء ان جبنا العالم كله حتى نصل الى هذه الخبرات اللي نكتشفها الان مع روح الفريق مع اطباء الجنين واطباء الاطفال والكل الاطفال والزملاء نستطيع الوصول إلى هدف المنشور. نعم المنشورد. مين بيعاني أكثر الإناث ولا الذكور؟ في ت... في نوع من التشوهات هي في نوع من التشوهات هي للذكور فقط مم. في منها للإناث فقط وفي منها للاثنين مم. فمثلاً الحليل تحت الخلقي الخصية المهاجرة هذه تخص الذكر. الذكر انقلاب المثان الخلقي يخص الاثنين مم. مم. تشوهات القناة لل... التناسلية والبولية والهضمية تخص الإناث. و25% نعم من التشوهات نعم. من هذه التشوهات عام. قد نعم. تكون الإحليل الإحليل التحتي الخلفي وهذا خاصة يصيب الذكور ويؤدي إلى ما يسمى بالرجوع التأثير الرجعي على, على المثانة وعلى الحوالب وعلى الكلى منها ما يخص الارتداد البولي مثلا العصبي يصيب الجنسين, الجنسين. ما نعم. هو تضيق الحالب مع المثانة أو تضيق الحالب مع حوض الكلى ويصيب نعم. الـ الـ يصيب الجنسيه طبعا وهون زي ما تفضلت حضرتك يعني هي الثوره الطبيه نعم. يعني ان احببت بتخلي بالفعل يعني نعم. هذا الطفل اللي راح يولد بهذا التشوه انه يعيش حياه اكيد نعم. افضل وبنوعيه حياه افضل، امتى تبلشوا التدخلات لما يكون التشوه خلقي؟ نعم. سيدتي يعني احنا التدخلات حكينا التدخلات بي... العلاجيه نعم يعني حكينا أمزل. الجهاز البولي والجهاز التناسلي، مثلا الساعه 1 الفجر اليوم م. انطلبت كإميرجنسي حاله طارئه لوضع قسطره وريديه مركزيه لطفله عمرها شهر ولدت بما يسمى بالكونجنيتال ادرينال هايبربليزيا اللي هو افراط الغدد الكظريه او فرط نعم. فرق الكلوي نعم. هذه الحاله حاله طارئه طبيه بتخربط خربطه في الاملاح في الصوديوم بالبوتاسيوم بالكورتيزون وحاله قد تؤدي للوفاه يا طيب فتم اسعافها من زميل وطلب انه ما في حدا يقدر يحط لها الان قسطره نتيجه الشوك نقص السوائل فانقذناها الساعه 1 بالليل وهذا هدول كثار يعني حالات, حالات طبعا واحد تصل واحد الى 20000 بال ألف ومنها من واحد الى خمسين ألف من الولادات آه. هاي الحاله طبعا عندها تشوه في الاعضاء التناسليه الخارجيه ولدت كذكر لكن فحوصات الكروموسومات وغيرها هي انثى آه. فالان نصوب وضعها الطبي من ناحيه استقرار الاملاح والصوديوم والبوتاسيوم وفي عمر شو معين بيكون؟ بيكون مولوده طبعا ايش الاعراض يعني؟ الاعراض طبعا هم اول تنبؤ آه. انه والاعضاء التناسليه الخارجيه ذكريه نعم. لكن كل ما في الداخل انثى نعم طبعا هذول في منهم درجات منهم ما ياتي زي الحاله هاي بحاله هبوط كامل نتيجه آآ آآ عدم وجود الكورتيزون بالجسم فاحنا بنعوض هاي الهرمونات ونوصلهم الى الحد الاستقرار ومن ثم ياتي التاهيل الجراحي والتصويب الجنسي نعم هذا كثير مهم بتعرف لانه يعني في الكثير من الاشخاص ذكور كانوا او اناث اذا ما تم يعني اكتشاف هذه الحاله تحديدا لما بيكبر يعني نعم. حتى عنده سلوكيات نعم. اجتماعيه نعم. غير مقبوله نعم. يعني نعم. نعم وتعاملنا مع حالات كثيره جدا من ايام الخدمات الطبيه الملكيه وفي القطاع الخاص لحالات وصل عمرهم يعني يصل عمر الشخص المريض او لا نقول عنه مريض طبعاً. هو انسان هو انسان أكيد يعني يجب ان نتقبله يعني ايضا يجب ان نتقبله طبعاً. في المجتمع طبيا وسلوكيا ونفسيا وهذا انسان يعود الى المجتمع ليمارس صبايا كانوا بمقتبل بمنط... بيم... يعني العمر يعني طبعاً صوب الجنس إلى ذكر وشباب كانوا بمقتبل بيم... بيم... العمر كانوا صوب الى انثى تعرف احنا مقصرون جدا في الاعلام لانه بنخاف ايضا من احكام اللي بيطلقها علينا المجتمع احيانا فبخاف الاعلام اليوم او المذيع ان يصبح ضحيه مع انه في الكثير من هاي الامور مشاكلها فسيولوجيه او اسبابها فسيولوجيه ولا حول ولا قوه يعني يا الشخص. سيدتي هذا هو دوركم دور الاعلام الهادف نعم والطب الهادف صح والشؤون الانسانيه طبعاً. الخاصه الهادفه هؤلاء اشخاص لهم الحق ان يعيشوا طبعاً. لا نتكلم عن اعاقه صح اعاقه الجسد اعاقه الجسد, إعاقة الجسد واعاقه الإعاقة العقليه هذه ليست اعاقات يجب ان نرتقي بين العاقه اكبر اعاقه واخطر اعاقه هي اعاقه الضمير الذي لا تقبل الاخر طبعا طبعا فهون دور الاعلام الهادف صح. واشكركم على لا تعرف لانه قضيه المثليه الجنسيه تحديدا يعني في اسباب مرات بيكون لها بيولوجيه نعم. فيسيولوجيه نعم. وهي حضرتك عم نعم. بتاكدها نعم اليوم وان شاء الله يعني هلا نعم. انت يعني شجعتنا نعم. ايضا وحفزتنا نعم. انه نطرح هكذا هكذا امور طيب حكينا عن طبيعه التشوهات اللي ممكن تكون وممكن ان تكشف يعني نعم. للمحظوظين نعم. طبعا خلال فتره الحمل ما بعد الحمل حكينا نعرض عرض في غايه نعم. الاهميه الطفل يرفض امه او يرفض نعم. الرضاعه، نعم. شو في اعراض ثانيه بالاعمار بالفئات العمريه المختلفه؟ طبعا في اللي هي وجود الطفل ياتي بحراره عاليه رائحه في البول طبعا قد يكون هناك معلومات سابقه اثناء فتره حمل بانه عنده استسقاء او توسع او ما مع الكلى، يعني بالمصطلحات العامه نعم. انه في توسع بالكلى، اي توسع يعني ان هناك ما دون ذلك تضيق ناتج اما عن تضيق او عن ارتداد، فقد تكون عندنا ارهاصات سابقه. صح هلا في عندما لا يكون هناك معلومات يجب عمل الفحوصات اللازمه، فحص البول السريع اللي بنعمله الديبي احيانا بكشف لنا اذا في علامات التهاب البول نايترات ناخذ زراعه بول، اذا هناك جرثومه دوكمنتد مثبته في هذا هذا الطفل يجب من في الماضي كانوا يعتبروا بعد مرتين من التهاب المسالك البوليه يجب ان تعمل الفحوصات اللازمه، مم. نقول الان من, أول, من مرة. اول مره من اول يجب ان نعمل وابسطها الان عندنا يعني نعمه طبيه وعندنا خبراء زملاء بيعمل لك التراساوند بيطمنك على على وجود طبعا. اذا في توسع شديد او مقاييس بيعطيك بالملي نعم. هذا بأهلك انك تتابع المريض من امتى بتبلش يعني تكرار يعني هذه الامور يعني والله من قد, عمره؟ قد ياتي في اول اسبوع من الولاده نعم بعد الولادة أبداً يعني قد منهم يأتي اون يعني فيما فيما بعد. تعرف كمان إيش المشكلة إنه إحنا كثير بنخاف من, من المضادات الحيوية بالنسبة للأطفال فإذا ما بين السبب فعلًا بتلاقي يعني الأهل بدون مش يعطوا هذا الأنتي يعني. سيدتي يعني كمان نأخذ سلاح ذو حدين ومن هذا المنبر نقول يجب أن لا يعالج أي طفل خاصة حديث ولادة من خلال صيدلي أو من خلال طبيب طبعًا. يعني نحترم أطفال الاطفال طبيب اطفال نقول يجب ان يراجع طبيب مختص مختص بالاطفال وحديثي الولاده صح صح. لكي نصل الى التشخيص واعطانا مضادات الحيويه يحمي من كوارث كبرى نعم. طبعا في عندنا ما يسمى بالعلاج المضادات الوقائي نعم طبعا يأتي بمقياس من ضمن ذوي الاختصاص بدنا اللي... نحكي تحديدا عن الانتي بايوتكس او الانتي بايوتكس ولكن اسمح ناخذ هذا الفاصل لانه انا بعرف مثلا وايضا من خبره كنا كثير نقلق باعطاء مضادات نعم. حيويه في الاعمار الاولى للاطفال خاصه لما بتكون لها داعي قد نعم. تؤثر على مناعه الجسم وحتى على السمع نعم. انا مره نعم. سمعت نعم. طيب اذا مشاهدينا بنروح لفاصل قصير ثم نعود والمزيد من المعلومات المهمه مع دكتور ناجح إذا من جديد رح فيكم مشاهدينا ونكمل مع الدكتور ناجح طبعا في موضوع يعني الالتهابات في المسالك البولية أو الجهاز البولي تحديدا للأطفال وهو المختص بهذا العلم وهذا العالم أيضا إذا مضادات حيوية بدون وصفه طبيه من طبيب مختص تقلق منها انت نعم كطبيب نعم يعني نعم ولكن في كثير من الاحيان هي ضروره نعم يعني صحيح نعم, صحيح نعم, صحيح نعم طيب هلا شو بالنسبه لالتهابات البول اللي ما لها علاقه بمشاكل يعني نعم فسيولوجيه نعم او تشوهات نعم نعم شوف سيدتي يعني اي التهاب مسالك بوليه دوكيومنتد مثبت نعم وجود التهاب ووجود جرثومه يجب ان يأخذ بعين الاعتبار لكي نستثني اي انسداد او تضيق في القناه البوليه ابتداء من مخرج البول عنق المثانه اذا في خلل في وظائف المثانه نفسها لا. او يسمى بالمثانه العصبيه اي تكيسات داخل المثانه اذا موجود اي ارتداد من المثانه الى الحالب الى الكلوه او اي تضيق في أسفل الحالب او تضيق في في عنق حوض الكلوه لا. يعني عاده أنا من بشكل عام نقول مش اقل من 80% من التهاب المسالك البوليه يجب ان يكون هناك سبب طبعا طبعا, طبعاً دراسه وخاصه يدهالي... بالاعمار الصغيره نعم. كثير يعني بالاعمار الكبيره بنقول يمكن نعم. حشر نعم. حاله نعم. مثلا نعم. يعني في اسباب لأن... اخرى ونزيد على ذلك انه تاثير الالتهابات المسالك البوليه لدون عمر الست سنوات مؤثر جدا و... 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 والعواقب و وخيمه بينما بعد الست سنوات نقول قد يكون الاثر اخف طبعا فهي المرحله الحرجه اللي ب... هي من مرحله ما بعد الولاده لهي السنوات الاولى يجب التشخيص والعلاج غير ذلك في كثير اطفال وصلونا بهبوط بالكلى هبوط الكلى أسب... بالكلى بعدين لا. يعني بتصير الامور يعني رغم انه كان في الامكان انه تشخيص هذه الحالات بالترا ساوند واذا كان في اي علامات توسع نعمل صوره الملونه للكلوة وعندنا التصوير النظائر او ما يسمى بالتصوير صح. النووي اذا عندنا كل السبل والوسائل بان نشخص ونعالج م. ونسبة وبتخفف من النتائج طبعًا الصعبه طبعًا اذا يعني طبعًا تم التاخير في التشخيص يعني إذا يعني سيدتي اذا كان هناك تضيق او ارتداد مم. في الحالب وتم علاجه على الاقل نستطيع ان نسيطر على وظائف في الكلى والا ندعها تدهور نعم لا يصير فيها لا ضعف او, ونسبة فشل أو. ليست ضئيله يعني مم. ما يعني بس يعني هيك لاعاده صياغه ما تفضل في حضرتك من عمر اليوم لست سنوات اي مشكله تقريبا 80% بتكون في اسباب لها علاقه بالتشوهات بال... نعم. نعم. طب في يعني اذا تم التشخيص نعم. يعني هل بالفعل ممكن المعالجه نعم. ولا فقط يعني التدخل حتى لا تتدهور الحاله اشكرك سيدتي من بالنسبه لبعض تشوهات خلقيه مثل صمام الاحليل هاي حالات مستعجله يتم التعامل معها بوضع قصادة خاصه او او قص هذا الصمام لالا تؤثر على وظائف الكلى عكسيا بعض هذه التشوهات بلزمنا تحويل مسرى البول للحفاظ على الكلى بصير تدخل جراحي نعم 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 في بيض... حتى في الأو... الايام الاولى من الحياه حماية خاصه إذا يكون هناك توسع شديد جدا وقدوم الطفل بتسمم دموي او وجود ما يسمى بالصديد في الجهاز البولي نقوم به يعني بنحول مسار البول لنحافظ على اهم جزء بالجهاز البولي هو الكلوة ما دون الكلوة هناك بدائل الكلوة ما عنها بدائل إلا للزراعة طبعا طبعا هلا في هناك تشوهات مثل الارتداد ومثل توسع حوض الكلى المقبول ضمن المقاييس نسبة كبيرة جدا واكرر نسبة كبيرة جدا تراقب وتتابع العلاجات، المضادات الوقائية، والمتابعات بالتصوير، والمتابعات السريرية نسبة لا تقل عن في بعض الأحيان عن خمسين تصير معالجة وتصير معالجة بروفايد انه كنا احنا نتابع هذا طبعا وخاصة زي ما تفضلت حضرتك يعني الأردن متقدم طبيا نعم. يعني بشكل عام ولكن تحديدا يمكن في المسالك البولية بشكل خاص بالعودة إلى مشاكل المسالك البولية والالتهابات البولية ما بعد سن الست سنوات نعم يمكن مرات البنات يعني نعم. بتصير تقدر تحكي بتيجي بتشكي نعم. مثلا نعم. شو بتكون الأسباب يعني إذا ما كانت اسبابها نعم. تشوهات نعم. طبعا وكيف انا اليوم كام بقدر اعمل هيك او انصح بنتي بشغلات وقائيه وشو العلاج؟ أختنا بس بدي ارجع يعني جمله ل... انه دائما اؤمن لما كنت في القطاع ال... القوات المسلحه وفي القطاع الخاص بان يعني هناك لغه الفريق م. تيم ويرك. طبعا يعني انا كطبيب جراح اطفال ومسالك مريض اطفال لي زملاء جراحين مسالك أطف... 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 كبار وعندهم اهتمام بمسالك الاطفال عندنا زملائنا اطباء لكل الاطفال واطباء الاطفال كلنا نعمل في نفس الفريق ونكمل بعض البعض هناك بعض الظواهر عند الاطفال كثير بنواجهها انه عندهم يعني مشاكل في الاخراج عندهم مساكات مزمنه مم هذه تؤثر تاثير عكسي على وظائف الجهاز البولي وعلى مثل البولي صح فعلاجنا بيكون مزدوج وليس موجه على جزء واحد اذا نعم. نؤمن بعمل روح الفريق هلا في ال... ما بعد عمر الست ال... سنوات. سنوات قد تكون هناك حالات الامساك المزمن نعم وح... وهي ذكور واناث ذكور واناث وعلاج الامساك لوحده علاج الامساك لوحده المشكلة. يعني بيساعد بح... اول شيء ممكن يحل المشكلة جذريا او ممكن يساعد مساعده كبيره جدا في الحل لانه احيانا قد يكون هناك ما يسمى بالمثانه بال... العصبيه لانه الاعصاب التر... تغذي المثانه تقريباً هي تغذي المستقيم نعم. فأي مشاكل في الإخراج وفي التبول نأخذ بعين اعتبار هاي الازدواجية طبعاً في ما بعد عمر الست سنوات وما قبلها طبعاً دائماً في عندنا ما يسمى بالمثان العصبية المثانه العصبية هي عبارة عن المثان البولي التي لا تعمل بما يسمى مئة بالمئة بالتعبئة بارتياح تحت ضغط منخفض وتفريغ البول بطريقة يعني يبقى انه تتع... سلوك هذه المثانه ليس كما يجب معصب. طبعا هو طيف <applause> معصب. هو هي هي طيف هو طيف من ال... من سلوك المثانه طبعا منها اختنا ما يتم تشخيصه طبعا سريريا وبواسطه التصوير الملون والتصوير النظار وهنا ما نعمل مخطط للمثانه البوليه على الكمبيوتر يعني بدلنا عن سلوك المثانه ومنها ما يتحسن بارشادات تعليم معالجه الامساك بعض الادويه الخاصه للمثانه البوليه ومنها ما ما يتطلب الجراحة او الحقن بالبوتوكس او بالبوتوكس او الى اخره، اذا نتكلم عن طيف من اكيد من ال... من من ال... وعلاجات نعم مختلفه, مختلفة. طيب بالعوده للالتهابات ما بعد سن الست سنوات، هل بالفعل الاناث يعني اكثر عرضه للاصابه؟ والله, وشو والله بتخل شو الأعراض عاده حراره ولا نعم ولا شكوى حق... مثلا من حرقه ولا نعم ايش؟ هي شكوى في التبول حرقه احيانا قد يكون في علامات تبول ليلي واحيانا عدم سيطره كامله نهاريه نعم. طبعا تستثنى كافه الـ الـ الاسباب السيكولوجي خص... نعم بن... والنخاع الشوكي واصابات العصعص وعظمه العجز يعني نتكلم عن في اسباب سيكولوجية وفي... لا دخل في سلاسل البولي نعم. نعم. وغيرها نعم في شيء ذيوبثك وللامانه يعني احنا بأ... اشوف الان معظم الاطفال اللي بنات او والله يا دكتور بكون على هالايفون او على على الكمبيوتر حاشر حاله اذا ما بنخليه يقوم إذا في سلوك من ضمن العلاج كمان غير العلاج الجراحي اللي يلزم احيانا العلاج السلوكي مهم جدا طبعا التوقيت الذهاب إلى, ال إلى, ال إلى, ال إلى الحمام الأخذ الوقت الكافي م. التبول المزدوج اذا نتكلم عن دور طبي طبعاً. ودور اسره وشرب الماء. الماء للاسف هذا الجيل ايضا يعني مش عم بيشرب مي قد ما عم بيشرب للاسف من اعمار صغيره مشروبات غازيه نعم. وعصائر فيها ادد شوجر نعم. او نعم. سكريات اضافيه حتى اطفالنا بحاجه لنسبه مهمه من المي طبعا يعني وجعنا من الماء كل شيء كل شيء حي اذا هي اكثر من اتجاه العلاج لانه دور كاطباء جراحين اطباء الاطفال واطباء كل الأطفال يعني دور المريض مهم جدا تقبل دور الاسره وبالمحصلة يعني كل ما كان هناك نوع من الانسجام بين هذه الفرق تكون نتائج والاهل بده كمان يكونوا داعمين بسن المراهقه تحديدا هل بتختلف الاسباب والمشاكل لما بتصير عند الذكور والاناث وخاصه يعني في مرحله البلوغ او ما بعدها قليلا يعني اختنا منهم ما هو اصلا مولود في تشوه خلقي لا هدول استثناء طبعا يعني يعني يتابعوا لا. لا. في بعض حالات يتابعوا لا. يتابعوا على طول طبعا ممكن انه في بعد عمر معين يلزمهم مداخلات اخرى مثلا في المثانه العصبيه اللي هي صغيرة حجم او في انقلاب المثانه الخلقي او في عدم لما يكون حجم المثانه صغير جدا ممكن يحتاجهم يحتاجوا تضخيم او تكبير المثانه البوليه وضع قساطر خاصه من زيادة الدوديه يعني انتم متابعات خلينا نحكي عن اللي بيكون سلوكه، انت حكيت في يعني تقويم السلوك او تصويب للسلوك نعم. تحديدا للمراهقين في في يعني حوالي سن البلوغ يعني اذا, استثن... إذا استثنينا اللي ما, ما ذكر واستثنينا وجود الحصى الحصى احيانا آه. طبعا في الحصى طبعاً. موجود يعني طبعاً. بيجيك طفل طبعاً. يعني اول امبارح بعثوا له الصور للطفله بت... بعد ما حطيناها القساطر الداخليه وتوسع الحالب بلشت ال... الحبيبات الحصى تنزل من الكلى نعم طبعا بنرجع بنقول انه قد يكون هناك قد هناك لا زال مجال المثانه العصبيه المكتسب يعني صح. اصلا ما بكون مولود فيه طبعا طبعا ممكن ياتي على عمر معين حتى كبار هلا نعم. هل نعم نشوف يعني ادلتس يعني اذا يعني بنعمل يعني من... سكرين ل شخص ممكن 20 واحد هم ما شكوا يكون خلال في وراء بس عندهم خلل في مثلا مزبوط قبل بس نصائحك الاخيره ذكرت انه في بعض الحالات ايديوباثيك يعني مش معروف سببها طبيا او علميا كثيره هاي الحالات والله وكيف يتم التعامل معها يعني نسبه نقول احنا في بعض المرات يعني من نجد التهابات مسالك بوليه وليس لها اسباب نسبه 10 ل 20% احيانا م. طبعا من نرجع ونقول انه التعليم والتثقيف المريض تثقيف الأسرة يعني بنقدر نتجاوز هاي نعم. الأمور؟ طب بدنا نصائحك التثقيفيه في نهايه البرنامج باخر دقيقه اذا في شغلات وقائيه او اي معلومه اضافيه يعني في اذا استثنينا الامور التشوهات الخلقيه الموجوده طبعا الامور ان شاء الله محظوظين اطفالنا معظمهم شخصوا وهم في الارحام ويتم التعامل معهم من الفريق الطبي من من اليوم الاول او الثاني من من الولاده. ف هي واحد، اثنين بعتقد انه الهايجين، الهايجين والتعامل مع مع يعني طريقه التعامل تنظيف هذول الاطفال، التعامل معهم مهم جدا. الابتعاد عن الـ بالاطفال عن الـ الشغلات اللي بتكون مصنعه، خلينا نحكي اللي يعني مصنعه اللي قد فيها قد تؤذي تناول الماء نعم. تناول الماء بطريقه يعني كافيه وعدم الصمت عن الذهاب الى 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 الحمام للتخلص من البول نعم. يعني هاي الامور اللي نحن نحكيها التدقيق في الماء يعني دائما الماء الماء دائما نعم. يعني عنصر مهم بالجهاز لكل الجسم نعم. اما لما نتكلم عن الجهاز البولي نقول الماء هو عنصر مهم جدا لطرد الاملاح وطرد الترسب نعم <applause> <applause> كان عندك طبعا يعني رساله كمان اضافيه مهمه الحديث حول تصويب الجنس <applause> الناتج من <تصفيق> التشوهات <تصفيق> <تصفيق> ولكن لانه ملف طويل أعدك انا شخصيا ان شاء الله انك تكون مشرفنا نتحدث عنه يعني توسع ان أحببت لانه هذا ستح... كمان ينعكس للاسف على الكثير من السلوكيات <applause> وعلى تقبل او عدم تقبل <applause> البيئه المحيطه حنا يعني دائما يعني نتشرف دائما نكون على اي منظر في هذا المنبر والمنابر الاخرى اللي نعتبرها يعني يعني قيمه و... شكرا جزيلا دكتور ناجح العمري شرفتنا اليوم كان ولقائنا يعني موضوع كبير جدا طبعًا. كان بودنا لو في وقت اكثر لكن ان شاء الله نعدكم في جلسات, جلسات اخرى ان شاء الله وحضرتك عندك عمليه يعطيك العافيه هلا بدك يعني <تصفيق> <تصفيق> <وشكراً> <تصفيق> شكرا <تصفيق> شكرا <applause> لوقتكم بارك الله فيكم وان شاء الله دائما دكتور عندك يعني احنا ودعناك وشكرناك بس كمان مره عندك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا عندي على الفيسبوك عندي صفحه للعياده وعندي صفحه الخاصه عندنا على يوتيوب العمليات اللي النادره بتنعمل طبعا مع حفظ الخصوصيه طبعاً لكل انسان طبعا طبعا لكل إنسان طبعاً موجوده يعني الدكتور ناجح يوسف العمري على الفيسبوك و... بالبي... و... بالعربي الدكتور نعم. ناجح يوسف العمري وبالانجليزي ناجح العمري موجوده وعلى اليوتيوب اي ذكر دكتور ناجح العمري بشوفوا بعض عمليات يعني متطوره, متطورة و... ان شاء الله يعني... وفي الكثير من الاشخاص عم تتساءل وتسال عن رقمك فرح نحطه احنا ايضا ب... على صفحاتنا على يعني وسائل يعني التواصل الاجتماعي و... ولا ننسى اننا لنا يوم نقدم النصيحه والخدمه اكراما لله والوطن والمنابر الطيبه استشارات طبعا اي استشارات على الفيسبوك نتقبلها استشاره مجانيه نعم ايضا نعم لانه نعم في الكثير من الاشخاص للاسف لا يملكوا انهم يذهبوا لا مختصين نحن والزملاء مختص نحن والزملاء واتكلم عن فئه كبيره من الزملاء في خدمه اهلنا وطفلنا وابنائنا وهذا ما نتوسم يعني به من اطبائنا اللي عندهم رساله انسانيه شكرا جزيلا شكرا ناجح كل في المنبر اللي شكرا. المجتمع شكرا المزيد لك. مشاهدينا بعد الفاصل ماركي.